السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل إخواتي وأحبابي وأصدقائي ومتابعيني على قناتي قناة يوتيوب محمد فرحات أبو علي. السلام الله عليكم يا جماعة. النهاردة طبعا الفيديو اللي كنا منتظرينه بقالنا كتير جدا اللي هو تطعيم الجراوي والتطعيم الأخير للجراوي بإذن الله تعالى. وبعد كده باذن ربنا الجراوي هتظهر والاهالي هتظهر ويكون في بيع ان شاء رب العالمين، والناس اللي حجز الجراوي ان شاء الله هتستلم، بس هيكون بعد يومين طبعا لحد ما الجرو يستقر ويبقى بصحه كويسه باذن الله تعالى. طيب هنستخدم ايه معانا النهارده في التطعيم؟ لازم يكون معانا ترمومتر عشان خاطر نقيس درجه حراره الكلب. لازم نقيس درجه حراره الكلب. لو درجه حراره الكلب عاليه عن 38.5 الكلب مش هينفع يتطعم خالص، يبقى كده في حراره عاليه ما ينفعش ياخد التطعيم، لان التطعيم اصلا عباره عن فيروس او مرض بيخش جسم الكلب بيعمل مضادات. لو الكلب عنده مناعه عاليه تمام بيتقبل وخلاص، ما فيش اي مشكله والجرو بيبقى بصحه كويسه، وبعد كده ما فيش اي مرض بيخش جسمه بيبقى فيه مناعه من التطعيم. الجرو مناعته ضعيفه، فلا قدر الله الجرو كده هيسقط وهيتعب وهيخش عليه مرض جديد والجرو هيقع مننا ويموت تمام. فلازم من الاول نقيس درجه حراره الكلب. الجرو من 37.5 مثلا او 37 لحد 38.5 الامور تمام، هنبتدي نطعم. غير كده مش هيكون في تطعيم. النهارده هيكون معانا برده طبعا التطعيم الاخير للجراوي باذن الله تعالى، وهيكون كل حاجه قدام حضراتكم عملي مع تطعيم الجراوي. نتابع مع بعضنا. طبعا هيكون قدام منا طبعا لازم التطعيم يكون يا جماعه لازم يكون في ثلج، ما يشش من الثلج عشان خاطر الحر طبعا غلط عليه والجو حر طبعا جدا. بالنسبه للتطعيم بيبقى مثلا في اللي هو امبول ميه تمام، وامبول اللي هو البودره، فالاثنين بيتخلطوا ببعضهم تمام. ولازم يكون التطعيم في جو بارد، ما ينفعش يتحط في درجه حراره غلط وبيبوظ التطعيم، والتطعيم بيبوظ في ساعتها. ولازم يا جماعه عشان ناخد بالنا من حاجه زي كده، انا عندي جروين 3 5 6 اي كميه جراوي لازم يكون لكل جرو سرنجه معينه بتاعته، لكل جرو سرنجه المعينه بتاعته، ما ينفعش ادي بنفس السرنجه. ممكن دلوقتي اقيس درجه الحراره الكلب اقيس درجه حراره الكلب مثلا وليكن الاقيه 1.37 الثاني 39، فكده هوجد مشاكل. ممكن يكون واحد تعبان او الثاني سليم، فكده هوجد مشاكل هضر نفسي انا وهضر الجراوي بتاعتي، فمش مشكله. السرنجات طبعا في لكل جرو الافضل يكون له سرنجه، لكل جرو يكون الافضل له سرنجه يتاخد بيها، وبعد كده السرنجه بتترمي بس ما فيش اي مشكله. السرنجه بالنية يا جماعه مش قصه خالص، بس عشان خاطر ما نضرش نفسنا. اهو بنجيب امبولة الميه وبنجيب سرنجات سن اطفال، بنجيب سرنجات سن اطفال، سرنجات صغيره سن اطفال كده كده بيتاخد تحت الجلد، والناس اللي بتدي تحت الجلد تخلي بالها عشان خاطر ما تعملش معاه خراج ولا تعمل معاه اي حاجه ولا تضرب في اللحم. لو ضرب في اللحم يا جماعه هتعمل خراج، فاحنا منعنا الكلام ده كلته، نخلي بالنا عشان ربنا يستر. انا دلوقتي عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو هعبي السرنجات، هعبي انا كده عبيت قدام منكم اهو حضراتكم، هبتدي اعبي الحقن كلها تمام، وهنبتدي نتابع مع بعضنا ان شاء الله وانا بطعم الجراوي تمام. ادي كده يا جماعه اهو الحمد لله اخر سرنجه بتتعبى. في حاجه في حوالي السفينه كده اهو، كانت هنا من التعبئه يا جماعه من التطعيم اهو تمام. ونحاول برضه نفضي الهواء، ما نخليش في السرنجه هواء خالص نهائي، والسرنجات طبعا زيها زي التطعيم تتحط في الثلج لحد ما نجيب الجراوي. وكده الحمد لله انتهينا من التطعيم. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب الجراوي ونشتغل ونشوف ونقيس الحراره قدام منكم برضه يا جماعه، ونشوف الدنيا فيها ايه، وربنا يكرم خير باذن الله، وان شاء الله تبقى الامور طبيعيه واحسن حال باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنقيس حراره الكلب الاول يا جماعه اهو تمام. الكلب كده يا شيخ محمد
بس 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 سيبه 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 كده يا جماعة. أول ظهور للكلاب الرويال بلاك طبعا، بس أنا طبعا مجوعهم لسه ما كلوش عشان أطعمهم وأديهم شوية حاجات كده، وبعد كده إيه أحط لهم الأكل. والجو حر أصلا دلوقتي ما ينفعوش إن هم ياكلوا خالص. تمام، بس اهدى 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 حبيبي اهدى اهدى. لا متعصبش، لازم الترمومتر بيصفر يا جماعة. بيدينا مثلا اللي هو الترمومتر ديجيتال بيديك الرقم اللي هو بس خلاص 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 الرقم المقياس علشان تبقى انت شغال صح. بس بقى خلاص 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 بس خلاص خلاص بقى كده يا جماعة. هو 38.5 كده، الأمور كويسة الحمد لله رب العالمين. نبتدي نطعم. يلا يا حمو امسك الجو. لا امسك ازاي كده، بص لي عليك معايا كده اهو. امسك ازاي مش كده، بص ايدي بص ايدي اجرب اهو. احضنه خليك يا حمو عشان تصور. معايا ترفع يا جماعه الجلد كده، نجرب فين الجلد اهو. تمام، وما نخليش السن رايد لتحت، ما نخليش السن لتحت، خلي السن فوق وفي الجلد علشان خاطر ربنا يسترها وما يضربش في اللحم. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ادعك حطه هناك في الفين. يلا غيره. تاني طبعا نطهر تاني عشان خاطر برضو لو في اي عدوى بكحول حطيته. هات اسود خليك ماسك خليك ماسك. دي نتايج دي اه ما شاء الله نتايج. مقفلش الباب نجلي. ايه في الباب بسرعه، في الباب بسرعه عليه، في الباب بسرعه عشان ما يجيش عشان خاطر ما يتلخبطوش في بعضهم كلهم، اللي اتطعموا غير اللي ما اتطعموش. ايوه اقفل. بص يا محمد طلعه 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 مع امه. اه طلعه بس بسرعه. معلش يا جماعه الجو هنا حر، ما ينفعش افرج الجراوي اصلا في مكان تاني، لا يجي لهم برد يجي لهم اي حاجه يجي لهم اي مكروب في قلب الجو، فما ينفعش غير لما يتطعموا خالص وبعد كده ايه الدنيا تبقى كويسه. لحد يا جماعه 39 الحراره في الجو اللي احنا فيه ما فيش اي مشكله برضو. دوق اهو 38.7 يعني برضو الامور برضو الحمد لله رب العالمين. امسك محمد امسك كده ادعك 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 على طول. نطهر بالكحول، نطهر الترمومتر ومش هيبوظ خالص ما تقلقوش. امسك الكلب كويس ثواني بس ده جرو ملون، بس طبعا الحر مبهدله شويه والدنيا مبهدله قوي. ما شاء الله كل المواصفات موجوده طبعا فيه، بس طبعا الكلاب مبهدله اليومين دول لان ما اكلتش اصلا. لسه الكلاب ما اكلتش. بس ايه ده؟ وطبعا الجو حر ومكانهم اصلا حر قوي يا جماعه، فربنا يسترها في الايام الجايه فعلا، لان الكلاب اليومين دول مفرهده جدا جدا جدا. وحاولوا يا جماعه حطوا محلول جفاف في قلب الميه، حطوا محلول جفاف في قلب الميه، يا اما تلج الكلاب الصغيره او الجراوي او اي كلاب او الكلاب الكبيره عشان خاطر ربنا يستر. الكلب ده بياكل ايه؟ بياكل ايه؟ لا برضه الحمد لله امور تمام.
ده انا محمد شريف كده. يا ابن الاشياء هاتلي هاتلي شريف كده كلمه عظيمه بالراحه هاتلي شريف بسرعه يلا ارفع تعلم مني اسف يا جماعه كده اهو ادي الشرنجه بنرفع الجلد اهو بنرفع الجلد اهو يا جماعه خدوا بالكم الجلد اهو وفي قلب الجلد كده طبعا هو ده ربيع اهو كده طلع الجرعه على طول خلاص يا برنس كده يا جماعه الحمد لله رب العالمين انتهينا من التطعيم والحمد لله رب العالمين الامور تعدي بسلام وبامان طبعا الجراوي طالعه كلها متبهدله طبعا من المكان فوق ان شاء الله هنصورها بكره باذن الله او بعد بكره بالكثير صور كويسه يكون الكلاب اصلا متمشطه كويس ومتواكله كويس والامور هتبقى كويسه باذن الله تعالى اهو ادرك يا جماعه اهو ولاد جري ما شاء الله ولاد سوفي تمام فدعواتكم لنا بقى بالتوفيق ان شاء رب العالمين اوف 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 اه الكلب ما شاء الله ما شاء الله تعالى ما شاء الله ربنا يبارك يا رب ويبارك للجميع يا رب ويبارك اللي يكون من نصيبه طبعا فضلا وليس امرا اشترك معايا في القناه وفعل زر الجرس علشان خاطر يوصل لك كل ما هو جديد ولو انت شفتني بقدم محتوى كويس ادعمني بلايك علشان خاطر نقدر نكمل ونستمر مع بعضين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه